كهرباء تمشي كهرباء تجي. ترجع لنا الجولف سيت المرة هذه سومها 92 مليون و980. الكهرباء هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا، تبعث لنا حرف A على الرقم 85 810، A على الرقم 85 810. حظ سعيد للجميع. جينا بجديد، عرفناها في برنامج The Voice، صوت وإحساس عالي، نستقبلوها بحب كبير نهير حيم. مرحبا. شو أحوالك؟ عايشك. تحية للجمهور. مبروك جديدك. يعيشك يعيشك يا جماعة. فرحت اللي انت رغم الظروف هذه الكل. صحيحة. خدمت. أما بتيت شوية. أنت بتيت وهاني قلت لك بحكم الظروف، أنا ما لعبنيش الحظ هذه. بالها؟ والله ما لعبنيش الحظ، على خاطر أول ما روحت من ذا فويس قعدت فترة هكا قاعدة هكا بيريود دو ستابيليزاسيون وحدي والكل، ومن بعد سجلت أغنية أرماستا اللي إن شاء الله بروشينمون إن شاء الله مش توا تهبط، ومن بعد جت كورونا. ما نجمتش تهبط حاجات معناها في بيريود تاع كورونا. الحقيقة ما حبيتش نغامر، المغامرة ما حبيتش نعملها. أول برودوي ليا هادي. وأنت جديدة والناس ما يسمهاش تنساك و... لي الحمد لله. لي الحمد لله لاباس. ما حبيتش نغامر الحقيقة، إلا ما جات أغنية كتر ألف خيرك وعطيتها للحظ. يا أخي الحمد لله. الحمد لله. صديق كبير. كتر ألف خيرك. كتر ألف خيرك. علاش اللون الشرقي؟ على خاطر انا كي نغني هادي ما عنديش نغني لون شرقي تونسي مغربي ليبي، نغني كل شيء. دونك الاغنيه مستني وحسيتها غنيتها. اما انت بالاساس تونسيه. بالاساس تونسيه. اليوم من حقنا عليك باش نقولوا يا اخي احنا توانسه نغنوا لنا المصاروه، نغنوا بالمصري. اجا نقول لك حاجه هاتي، انا الساعه اللي نحب نوجهها تحيه كبيره للاستاذ محمد الغنيمي اللي كاتب الاغنيه، وشريف اسماعيل اللي ملحنها، وسامع عبد الهادي اللي موزعها. ومحمد الغنيمي هو اللي محمد الغنيمي هو اللي انتج الاغنيه. انتج هو المنتج. علاش اختارك انت بالذات؟ على خاطر امن بصوتي وعجبه صوتي برشا. ياما في العالم العربي اصوات. هاني انا سبحان الله، ها وعجبه صوتي. وها وقت مقتنع بصوتي، فهمت؟ صوتك محليه. ما شوف نقول له انا، بالعكس نفرح برشا. ومحمد الغنيمي على حط في بالك هدي اللي كاتب الشيرين، وائل جسار، هيفا وهبي، رغب علامه، وكاتب النجوم. والاغنيه ملكه للاسف موجوده على قناته. منتج. هو منتج. دونك هو المنتج روتانا. تلقى زعما انت اغنيه نتاع اليسا مهبطتها في شان اليسا؟ لا. لا تلقى كان في روتانا للاسف. مزيكا للاسف. ما اما انا الحقيقه في بدايتي تو اول انتاج لي هذه ما نجم. لا ما نحبش. باش تحل قناه على اليوتيوب رسميه و... اول اغنيه تونسيه. اول اغنيه تونسيه. اغنيه جايه تونسيه. وحتى الاغنيه وقت اللي هبطت في القناه نتاع الشاعر كلي ظلمت في المشاهدات، على خاطر مش القناه القويه اللي متحركه. مش القناه القويه. ما ان شاء الله ان شاء الله مش في سياق به برشا. لعبت في منطقه امنه. ايه. انت تغني شيرين مليح، صوتك قريب من شيرين، احساسك زاد كيف شيرين، يسرى محنوش، الجو هذا. انت لعبت في المنطقه هذه، في المنطقه الامنه، في الاغنيه ذي. هي اغنيه كلها احساس اوتوماتيكمون، باش نلقى روحي نغني باحساسي اكثر من نغني بصوتي. هي كل اغنيه احساس. انا حتى سيد محمد كي انا نجي نغني يقول لي ليه ما نحبش قمة خامة، نحب نعطيك العضلات. قول لي ليه نحب احساسك، نحب احساسك هو اللي يتكلم. كتر ألف خيرك. كتر ألف خيرك نهير حيم. كتر ألف خيرك.
احلى من هالحب. اما احلى من هالحب. صح عليهم المساروة. صح عليهم المساروة بالغنية هذه. ليه ليه؟ ليه بالعكس؟ ليه؟ اما عجبتكم؟ محلاها حلوة. محلاها شوف محلاها، الناس سمعوها بعض اسمعها أول مرة وشوف الناس قديش تفاعلت ومحلاها وصوتك محلاها. نفس الإحساس اللي حسيته أنا أول ما سمعتها، كما نفس الأغنية أغنية توني ماغ بتاع أرماستا إن شاء الله. دونك أنا إحساسي الحقيقة نصدقه ياسر. بعد ذا فويس بدلت شوية ولا ليه؟ بدلت بالحق؟ برشا. شو اللي تبدل فيك؟ ما عادش نغزر بطريقة سطحية للحاجات، لا. كل حاجة تحس بالأحساس. كل حاجة نحس بالأحساس. تعرضت في فترة حتى نقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت للتنمر بسبب الميزان الزائد. الحكاية هذه تقلقك ولا تجاوزتها ولا كيفاش تتعامل معها؟ والله الحكاية أنا ما تقلقنيش، أما كي يوليو الناس مثلا محلية صوتك تبارك الله عليك ما شاء الله عليك، أما كانت تنقص شوية في الميزان تولي محليك أكثر. أنا عجبتني روحي مادام أنا وصلت خرجت وتصورت ومشيت وعايشة في أحلى حاجات في حياتي، أنا فرحانة بروحي. وقت اللي أنا باش نضعف روحي، باش نضعف لصحتي، فهمت؟ مانيش نضعف للناس. نعرف تقولي أنت بيرسوناج بوبليك، جو سي تري بيان. لا حرام. أما هذا اللي أنا عندك شبيهة كبيرة في وجهك وفي ملامحك من أديل. أديل، سميني أديل العرب ولي. سمينك إيه؟ معناها إيجا نقول لك. وحتى أديل ضعفت مؤخرا، شفتها زادت كثير. صحيح. أنا نحب نقول للناس اللي تغزر للفنان ولا الإنسان عموما، إنساني أنا فنانة. أنا إنسانة قبل كل شيء. أنت كي تشد ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض وذا يقلق. ما يقلقني، أنا قابلة بروحي، شكون قال لك أنا مانيش قابلة؟ عائلتي قابلين، أنا مستنست بروحي وأنا هادي صحتي جراء أنا وعكة صحية تعرضت لها في حياتي. قاعدة توا كيما نقولوا قاعدة نعاني في الحاجات اللي انا عشتهم فتره ما من حياتي خايبه، فهمت؟ دونك تو انا كي باش نضعف على خاطر صحتي، مش على خاطر حتى حد. انت مرتاحه هكا؟ انا الحمد لله فيت مرتاحه. ما شاء الله ولا مش ما شاء الله؟ شوف انت مرتاحه وما فما حتى حد عنده الحق باش يحكم سيح. عليك ولا انت وما فماش نموذج، مش على خاطر تاي ترونسيس يلزمنا الكلنا نوليو تاي ترونسيس بالنسبه. اما موضوع هذا نحب نقول لك حاجه، هادي قلقني في ذا فويس. هكا يلزمني ندور الكرسي بالكدا. قلقني في ذا فويس ما نعرفش توا. ونعمل شربة ماء. أنا لازمني نعمل شربة ماء خاطر باش نعكي. قلقني برشا الموضوع في ذا فويس. الحقيقة انديريكتومون هو راهو مش موضوع معناها ديريكت، أما انديريكتومون أنه حبوا يضعفوني، معناها كانوا حابين أني نضعف. أنا كنت حط سو بريسيون ما عادش نطبق حتى شيء. قالوا لك يلزمك تضعف؟ اي فنانة راغب علامة زاد. راغب علامة قال لك يلزمك تضعف؟ اي قال لي ضعف. كان انا نقول في حاجة غلطة وينجم يخرج ويصرح بذلك. كان انا نقول في حاجة غلطة هو يعرف مليح. اي اما لهنا قد تكون بمنطق النصيحة. لا. بمنطق؟ بمنطق انا قلت لك تضعف ما ضعفتش هكا. معناها أنا الفنان رغبة علامة على عيني وعلى راسي ونحبه، كي اخترته في ذا فويس اخترته بمحبة، فهمت؟ ولتوا نحبه وإن شاء الله يا رب يكون بينا فما تعامل الكل. أما في ذا فويس كان هو يحبذ إني أنا نضعف. إي هذايا أما يحبذ مرة اثنين ثلاثة أربعة ما عادش يولي يحبذ. أنت توا هدي مثلا نشد حد الأولى الثانية الثالثة الرابعة تقول له سي قد في بالي نعرف الموضوع. إي ما يحبك كيوت، يحبك هكا كيوت شبيني ويحب يربح بيك على خاطر هو. لا نجم يربح بيا وأنا هكا. لا أنت توا تحس روحك مظلومة في ذا فويس؟ لا شو مظلومة إني إنه فما موضوع السمنة تشبت نساوي الصوت. هل كان حاسم؟ ليه ليه كان حاسم كان لازمك تضعف؟ بعد لو كان انت ضعفت 30 كيلو كنت تتعدى المراحل الاخرى؟ نتعدى. انا نفهم النظرات ونعرف الاسلوب ونعرف برشا حاجات، صحيح صغيره في العمر اما نفهم كيما انت تغزر لي هكا وتعرف انا شنو نحب نقول. شو اللي يخليك متاكده هكا؟ أنا كي جيت نحكي مع الفنانة غبا علامة قلت له علاش خرجت؟ نحن كيما أي عبد علاش خرجت أنا؟ قال لي أنت ما غنيتش حلو بلوس قلت لك تضعف ما ضعفتش. اقتنعت بكلامه أنك ما غنيتش مليح؟ لا.
غنيت مليح؟ غنيت مليح. لا بروف كي خرج صارت بوليميك. غنيت دندنة أربع مقامات في دقيقتين ونص. غنيتها ونحبها ياسر، نغني فيها من الجواجي. فهمت دونك يتغسليش هكاكا. دندنة اش تعطي بربي؟ دندنة. أنا 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 عشقا هنان شفتوش يا ناس عشقا بالتحليف بالهنا أهو أنا 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 مهما أقول بهواك أنا عشقا ما وصلش للي بحس بيه ما وصلش أنا أتعب أنا. شوف حليتنا الشاهية للغناء. خلي نعمل مع بعضنا لعبة ميوزيكال امبريشن. باش نقترح عليك الوان موسيقيه مختلفه على اللون اللي كنت تغني فيه على الاخر. انت باش تحاول تغني، نعطيوك الاقتراحات والاجواء اللي باش تهزنا. دوروا لنا العجله، والعجله وين باش تهزنا؟ تان 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 سنفرا. انت خويا سنفرا، انت خويا. هنا ولا نقوم؟ لا خليك بحدي بروحك، ولا باش تغنيها كيما هو ولا باحساسك انت؟ الاغنيه دي نحبها برشا. تحبها برشا؟ والله نحبها برشا. اي ترى؟ حتى وحشت خويا والله. خوك وين؟ ما تبكيش، عايش. بربي لا تبكي، بربي لا تبكي، بربي لا تبكي، يعيشك لا تبكي، يعيشك لا تبكي. بربي لا تبكي. هو يفرش فيا توا، نحب نقول له معز توحشتك برشا، وراني نحبك برشا 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 برشا، وإن شاء الله ربي يرجعك لينا خير سالم غانم. تغرب بعيد علي، عندي برشا ما ريتوش. أنت خويا. أنت خويا. إهداء المعز. إهداء المعز. انت خويا يا وينو خويا، عندي خويا يا وينو خويا، انت خويا راك انت خويا، انت خويا اللي مبكى عدويا، انت في الدنيا ظهري، انت دمي وهمي، انت وصاية امي، ايا يا 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 يا، انت في القلب وقدري، انت الروح في صدري، انت اللي مكمل شطري، ايا يا 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 خويا، انت البشارة بعيد عامين، غربة مرة الموسيقى النغارة، ننسك ليلين والله ليلة، الدنيا هكا الوش الوش، مشكلتي خويا اللي قعد مطفين في راسي، دنيا وش تراسي في راسي، راك والله في راسي، الدنيا وش تراسي، انا معاك كاميكازي. يطلع منك شنو الاغنية توا قاعدة هنا؟ يطلع منك. ها بعد انت خويا وين مشيو؟ انت بابا ترى. وليد. بالله يا بي. ليل عين يا ليل يا ليل
يزيني من الغربة رجع يا يمال في القلب في القلب ما تهناش يزيني من الغربة رجع يا يمال القلب ما تهناش وبالله يا طير اللي ماشي ما تنساش هز سلامي وصل لي برايا هز سلامي وصل لي برايا وتعدى لأمتي وفرحها ورتحها قول لها وليدك في عيش هنية ورد بالك يا طير لا تدمعها احكي لحقيقة ومصاير فيا وقول لهم مازال كيف ما هو زينه جوه وما تجبد عالشيب اللي في راسي خليهم وديري في يمزي 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 حليك عايشك هيدي عايشك كين نسمة عايشك والله كين نسمة عايشك هيت نمشو اللون آخر اي وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة يا فرحي على ولاد الحمري ولاد مدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري ها ها تحية للشعب الجزائري كم لحظة جفرة مزيلة اي شوفوا ال زعما شنو داليدا فرولي Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots, des mots faciles, des mots fragiles, qui sont trop beaux, oui, tellement beaux, mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime le vent et les parfums des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Paroles, paroles, paroles.
sais que tu sais me vendre. Bravo عليك. كانت هذه لعبة الميوزيكال امبريشن. باش نعملوا مع بعضنا لعبة. لعبة أخرى هذه. اللعبة هي صحيح ولا غلط. نهير حيم. السيدة نعمة الله يرحمها مرخصت لك أنك تغني أغانيها وتعاود أغانيها. صحيح. صحيح. الله يرحمها وينعمها كان ديما تحبني نغني لها اغانيها. عندك ترخيص كتابي في ذلك؟ لا. اما انا كي حكيتها الحكايه حكيتها معناها عاديه مع اللي هي تحبني نغني لها تحبني كي نغني لها. كي تجي بحثينا لتونس تقعد بحثينا والكل ديما تقول لي غني لي ما تسالنيش غني لي للاهياليل وتصلح لي. تقول لي غني لي هدي تقول لي غني لي نحب نسمعها. قديش تصريح كيما هكا نجم يغيظ برشا ناس اللي يحبوا يغنيوا اغاني؟ ما نتصورش ما نتصورش غيره فنيه كاينش، اما ما نتصورش فما مشكله، خاطر الناس الكل الفنانين الكل يعرفوا كي تجي السيده نعمه الله يرحمها تجي حذا بابا فنان محسن الرئيس نوجه له تحيه كبيره بابا. دونك ديما تحب تجيب حذاها خاطر بابا يتمتع بالارشيف التونسي والارشيف الكبير، دونك عنده حفلاتها وهي ما عندهاش، عنده تسجيل هي ما تعرفهمش، حط لها على التلفزيون تتفرج تتمتع. نغني لها انا تقول لي غني، تسالني ما تسالنيش، هي حفظتني نص اغانيها اللي حفظتهم انا، هي اللي تصلحهم لي بالملي. تنوي انك تعاود اغنيه للسيده نعمه؟ ايه ان شاء الله. شنو هي الاغنيه اللي باش تعاودها؟ مشى في بالك جد عليك، تسالني ما تسالنيش، هدي متحدي. هاك باش تعمل البوم كامل لنعمه؟ البوم ليلي الاغاني اللي نحبه. علاش ما تعودش اغاني الوالد محسن الرايز؟ دخلوا استوديو ديو ولا فما اغنيه ديو محلى بنتي، وفما اغنيه ثلاث اغنيات كوكتيل نتاعو اللي هما ثلاث اغنيات. شنو هما؟ كامل مبهي يا شيري ديلا مانيش منها. تحيه خاصه للفنان القدير محسن الرايز. تحيه خاصه للفنان محسن الرايز. تحيه البابا زيد البابا هادي. تحيه كبيره باش ما يتغشوش. انت شقلت الغنية، الناس عندها امر وانا عندي امرين. امرين. عندك استياء من فنان صابر الرباعي وقت اللي تعدى معنا وفضل عليك محرزية طويل. ليه؟ لا. ابدا عمري ما يكون من الفنان صابر الرباعي بالذات اللي يكون استياء ابدا. قال محرزية الطويل تعبي الراس ونهاية مازال عودها أخضر. أنا قد عمري يا هيدي؟ والله نسألك 22 سنة هكا ولا ليه؟ قد عندي مدخلت الوسط الفني؟ عامني أما العمر الباقي كل فيه عايشة فيه، أما مانيش نمتهن فيها كمهنة كفنانة. عودك أخضر في الفن أنت؟ زلت نتعلم بالطبيعة. عودك أخضر؟ إيش معنى عودي أخضر؟ كما قال صابر ما فهمتيش معنى عود. تو اللي تتحفزت. لا اما نعرف اللي هو ما عندوش نيه سيئه. لا بالعكس هو يحب صوتي. وعلى فكره نحب نقول لك انا قبل ما نسافر لذا فويس هزيت التليفون وكلمته وسالته شنو باش نغني. صابر اللي قال اي لي ما قاليش على جرحتيني وقتها خاطر جرحتيني اختار لي ذا فويس. اما كنت نغني هو صحيح لو غلاب ومن بعد جورج وصوف كنت نغني جورج وصوف. اول ما زيد التليفون كلمته هو وشجعني وفرح برشا وقف معايا في حياتي الخاصه. زيد اي من اي نوع؟ وقف معايا في حياتي الخاصه. من اي نوع؟ فضلوا عليا كبير ما ننساهوش فضله. كيفاش وقف معاك؟ وين استحقيت صابر بعيد في حياتك الخاصه؟ ما لي ما نجمش نقول لا حياتي الخاصه وقف معايا على خاطر شنو نقول لك الفنان صابر الرباعي علاقته مع بابا اللي هو فنان محسن الرايس علاقه ياسر وطيده ياسر. كان مثابه ابنه عيط له بابا محسن مثابه ابنه عائلته كيف دونك العلاقه هذيك حب كيما بابا محسن وقف معاه في بداياتك الفتره الصغيره حب يرد له اكل الجميل الباهي. تحضر في روحك مش لمصر الهجره؟ ايه مش الهجره بلا شنو؟ نسجل ونروح ما نجمش نعيش لبرا. عندك جينيريك فيلم مصري باش؟ عندي اي جينيريك فيلم مصري. شنو العنوان الفيلم؟
مازال توا قاعد معناها مازلنا في اخذ ورد. شكون البطل؟ نجمش نقول. شكون المخرج؟ عبدو دربالو تحت الاستاذ علي بدرخان. باه. اما اسامي كبيره في مصر. صحيح ولا غلط؟ ترفض انك تغني في المطاعم والملاهي. صحيح. كبار الفنانين تعداو. نعرف. ورده غنيت. نعرف. جورج وسوف غنى. نعرف. انا عائلتي ما يقبلوش. عائلتك فنانين؟ لا. عائلتك محسن فنان. الشق الاخر؟ اي. الشق هذوكم 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 الجذور. دونك باب الهادي مش حابب. اي هي عائلتي عندي لا لا. يحبوش. يحبوش. انت من داخل تحب ولا ليه؟ لو القرار بيدك. ما نجمش نعمل حاجه انا بابا يقول لي عليها لا. الحقيقه. ما نجمش. يا اخي. صحيح كنت تغني بسرقه على ابوك الهادي؟ ايه. بالسرقه؟ بالسرقه. كنت اقص عليه الضوء. والله كنت عدى في ديزانترفيو هكا تحيه لهذا انا برشا العديد من العالمين اللي كنت قبل ذا فويس يشجعوا موهبتي. با كان ضد، كنت نقص عليه الضوء كي باش نتعدى في تلفزه، نقول لاختي نوصيها مثلا باش كي يبدا القناه يحب القناه هذيك نهبط عليه الضوء. يقعد يستنى حتى تعدى الباساج نتاعي ونرجع الضوء. والله. هاك خالفت رغبته هنا؟ خاطر كان رافض، كان رافض اني نمتهن اني نولي فنانه، انه نمارس حبي للموسيقى. انا حتى كونسيرفاتوار ما حبش يخليني نقرا. كونسيرفاتوار ضد تماما. صحيح ولا غلط؟ تعيش قصه حب حاليا. هي مش حاليا، قديمه. هذيك مازال متواصل؟ هذيك في بالي بدلت. لا ما بدلتش. عندكم قديش؟ توا؟ باش نربط مع بعض. برشا سنين. سنين ومرت زي الثواني في حبك انت. به من الوسط ولا من خارج الوسط؟ لا من خارج الوسط. من خارج الوسط. مديدة تو معناتها كانها هي معناتها حكايه مطوله. اي هذاك هو. ووقتاش العرس فما؟ لا مازلنا، لا مازلنا. شو اللي مازلت حاجه اوفيسيال؟ مازلت حتى مزلت. الخطبه اوفيسيال؟ لا مازلنا مازلنا. ما تعليش طويلة العلاقه، كان من المفروض انكم تتخطبوا. خاطر من الطفوله. قليل وين ينجح حب الطفوله. انا من الناس اللي هذاك هو معنا حتى عرفنا حتى بعدنا بيريود ومن بعد عرفنا ناس ما رجعنا. انت تو عمرك 22 سنه، سنك المثالي للزواج بالنسبه لك انت اللي تراه؟ 28 29 30. والسن المثالي للخطبه وقتاش؟ ان شاء الله وقت اللي تتسهل قدره. باش تحب نكملوا هكا سلطنه قبل ما نقول لك بالسلامه؟ كهو. شفت الوقت يتعدى معاك؟ وقت عدى كي نسمع. كي نسمع. اش سمعني؟ عيات بها الخطوات تمنات كي العصفورة تطير تحلم بغرام كبير وهي صغيرة في التصويرة وكان يا مكان في غيم كل ريم صياد للغزلان يا ريم يا صياد يا ظالم ما تنسى صيد الريم محال يمشي بلاش يوم الزمان مهما كان الحق يبان يا بنادم يلي ظالم كانك فاهم علاش يا دنيا علاش
بالمال ولا سلطان يتحكم في إنسان صنع حياته تيرارارا علاش غير المال علاش حتى صوت واللي ذيق به الحال علاش يبان يا بنادم كانك فاهم ترارارا فنان كبير صبر رباعي وانت يعطيك الصحة تحبها برشا يعطيك الصحة يعيشك هيدي يعيشك ونحب نشكرك برشا برشا تحية كبيرة للجمهور وانا زيد نشكرك برشا على خاطر انت تحب صوتي ومؤمن بيا نعشق صوتك ولا نحس ريتك نحس احساسي مرهدي في محله ونحب نقول تحيه للناس الكل اللي يتفرج فيها ونسلم على عائلتي الكل اموره خواتي نسرين معز امي وبابا واصحابي الكل ونحب سبيسيال ريميرسيمون العشير الغالي وصديقي العزيز بليل اسمر على شعر رولو كينغ سبيسيالمون فكره سامي الفاري بليل موجود في النصر اون فاس هابينيس ميرسي بوكو وصديقتي العزيزه برشا سنه سيود ميك اب ارتست على المكياج الحلو ونحب نقولها ميرسي بوكو تلقاوها على انستغرام يعيشك نهير يعيشك نشكرك برشا تحيه كبيره نهير حيم كهربا تمشي كهربا تجي ترجعنا الجولف سيت المرة هذه سومها 92 مليون و 980 الكهربا هذه تنجم تكون من نصيبك سهل برشا تبعث لنا حرف A على الرقم 85 810 A على الرقم 85 810 حظ سعيد للجميع كان هذا كل شيء يا جماعة هذه في فكرة سامي فهري شكرا لكل الفريق شكرا لكم على المتابعة نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس الموعد باي نسكول صباح الخير